لاعب مصري بطراز أوروبي بيمتاز بالمهارة والسرعة والذكاء والمراوغة وإحراز الأهداف. خليفة حازم إمام الكبير، خليفة عبد الستار صبري، محمد صبري، من النوعية ديت الحريفة. نادي كبير زي نادي أستون فيلا يكون إن هو يقتنع بموهبته وإمكانياته، ومش أي لعيب في الدوري الإنجليزي يقدر إن هو ينتقل. إن شاء الله بإذن الله هنلاقيه خليفة محمد صلاح وامتداد للعيبة المصرية في أوروبا. عمر هيحقق ريكورد جديد في الكرة المصرية في إن هو يكون أصغر لاعب ينتقل للدوري الإنجليزي.